عندنا قسم خامس ظهر بعض الناس زمن المؤلف رحمه الله وقالوا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال أنت تدعو للتوحيد وتنهى عن الشرك؟ قال نعم. قال لا، هذا خطأ منك، لا يقع الشرك في الجزيرة العربية، إذا أردت أن تدعو للتوحيد أخرج خارج الجزيرة. وبعضهم قال له لا، الشرك لا يقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ماذا نسمع؟ نسمع لهؤلاء؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، لا نسمع لهم. فنقول هذا الكلام لا نعرفه ولا نعرف الرد عليه، ونقطع بأن كلام الله لا يتناقض، وعندنا نصوص محكمة بينة، وأنت من الذين سمى الله لنا، تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص بينة واضحة في الكتاب والسنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك في الجزيرة، والصحابة رضي الله عليهم قاتلوا أهل الردة أين؟ في الجزيرة، في الجزيرة العربية. ولو كان الشرك لا يحدث كان قتال الصحابة للمرتدين ليس بصحيح، صح؟ الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة يذكر أشياء في مؤلفاتهم يكون بها الإنسان صلى الله عليه وسلم مرتد ولو كان في الجزيرة. ما الفرق بين الجزيرة وخارج الجزيرة؟ وهم احتجوا بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا ما وقع في قلب الشيطان. هل ترك الشيطان إغواء الناس؟ لا. ثم أيسى من الكل ولم ييأس من البعض، وأيسى من المصلين، المصلي يعني موحد، أما غير الموحد لم ييأس منه. إذن هذا الذي وقع في زمن المؤلف هذه الشبهة، فرد عليهم بماذا؟ بهذا الباب، وصرح جاء بآيات وأحاديث تدل على وقوع الشرك في الأمة في الجزيرة، نسأل الله عافية والسلام.